يعني التغيير الواضح الذي جرى في سجون الاحتلال كان منذ استلام حكومة نتنياهو سدة الحكم في داخل الكيان المحتل، وخاصة بعد تهديداته. يعني بن غفير من بدايته حتى قبل تعيينه كوزير الأمن القومي كان تهديدات واضحة ضد الأسرى الفلسطينيين، الإعدام، التضييق. يعني اللي بسمع تصريحات بن غفير بفكر الأسرى عايشين كأنهم بفنادق، ما بعرف شو الوضع الحقيقي للأسرى داخل السجون. أول قرار اتخذه بن غفير ضد الأسرى هو منع الاستحمام إلا لأربع دقائق. يعني تخيل أنت البحبوحة اللي كان فيها الأسرى، يعني تحدد لهم أربع دقائق، يعني قديش كان ياخذ؟ 8 دقائق أو 9 دقائق. هذا كل الوضع اللي كان مسموح له لأي أسير يدخله. حتى اللي الأمور اللي بيحكي عنها بن غفير، لما الأسرى أخذوها ما أخذوهاش لا مني ولا بكرم من الاحتلال الإسرائيلي، أخذوها بعد خوض إضرابات عديدة من عشرات السنين. والأسرى بيخوضوا إضرابات واستشهد فيها وارتقى فيها أسرى خلال هذه الإضرابات. حاليا يجري التحضير بسبب هذه الإجراءات التي أو قرارات اللي اتخذها بن غفير. هناك إضراب بشكل واضح، تم إبلاغ إدارة السجون في الموضوع من بداية شهر رمضان. 1 رمضان راح يكون أول يوم في الإضراب. أنا خرجت والأسرى كانوا يقرؤون بيانا عن التجهيز للإضراب، ماذا يحتسون، ماذا يأكلون، خاصة قبل أيام من شهر رمضان تجهيزا لمعركة الأمعاء الخاوية. وهناك الأمر الأهم الذي يجهز له الأسرى، هناك عدة أسرى من المعروفين في الشارع الفلسطيني أمضوا عشرات السنين في داخل السجون، سيخوضون الإضراب في الأسبوع الثاني من الإضراب بشكل متتابع من الأسرى، ولكن سيدخلون الإضراب عن الماء، وهذا يعني إضراب مدته قليلة، ويعني لا سمح الله سيكون هناك شهداء وعنوانهم في هذه المرحلة الحساسة النصر أو الشهادة، وكل أملهم فقط على الشارع الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية.